ابن الراحة قدس الآن واحد أمين. لقد ولد ضد المسيح رجع محبة تسجد عقلنا ضغط زر اشتراكها لليل الرأس. هل سيحتفل العالم بمولد ضد المسيح؟ ده سؤال يطرح نفسه. ضد المسيح يحاول أن يأخذ مكانة المسيح، ويحاول أن يجلس في عرشه، ويحاول أن يتمجد على أولاده وأن يأخذ مكانه وأن يضللهم وأن يعلمهم أن المسيح ليس هو الله، وأنه مجرد رسول وأنه عبد. ضد المسيح عايز يدمر البشرية. ضد المسيح هو اللي بيساند الشيطان. ضد المسيح اللي بيخدع الناس وبيحاول يبين لهم إن المسيح لسه مجاش، أو المسيح اللي جه مش هو الله. احترسوا احترسوا. هل سيحتفل العالم بضد المسيح؟ ده السؤال يطرح نفسه. وهنشوف هل في الزمن الحاضر أو في الزمن الآتي سيحتفل الناس بميلاد ضد المسيح ويخدعوا أنفسهم ويهيئوا لها أنفسهم أنهم ليسوا على ضلال. رجاء محبة اللي عجب الفيديو لاحظ السؤال اشتراك وتفعيل زر الجرس.